Zakadaş. ست ام زياد طلبت ان هم تتبرع بيهم تمام لاقرب مسجد بيتبني. حقك عليا حقك عليا حقك عليا حقك عليا. طبعا روبن ركب العربيه بطريقه ان هو اتسلق، يعني ازاي بتوصل للدرجه دي ان حد مثلا يديني هديه وبعد كده يرجع ياخدها؟ انا ما بنطلبش حسنه، انت على فكره انا اللي كنت اتصلت بيها تمام. انا اللي هاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طيار، الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره، انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا كلابي عندي احسن من صندوق زخاير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. روبن الكلب الخاص بالأستاذ صفوت اللي كنا اتكلمنا عليه في لايف، والست أم زياد كانت هتستلمه، وطبعا حصلت ظروف عند الناس وقالوا لا الكلب احنا عايزينه تاني بعد ما طلعوه لتبني للمزرعة، وطبعا كان علما ليهم ان احنا موضوع التبني ده بيكون خاص بالمزرعه، خلاص احنا حرين التصرف فيه سواء نديه لحد تبني او الكلام ده كله. النهارده الاستاذ صفوت جاي يستلم روبن، وفي حاجات هنتابعها مع بعض كده، خليكم معانا كده يا جماعه. اتفضل يا باشا. ازيك يا باشا؟ حقك عليا زمن. ربنا يبارك لك فيه يا رب. الحمد لله على السلامة الأول. عامل إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ طبعا أنت شرفتنا النهاردة ونورتنا في محافظة البحيرة. تمام. وإحنا آسفين لو حطيناك في موقف وحش ولا حاجه. احنا نشكر اللي احنا اتعرفنا بحضرتك طبعا حبيب قلبي، ليك سمعتك وليك اسمك حبيب قلبي كل مكان يعني، وربنا يبارك لك. بنشكرك جدا جدا على الموقف يخليك. اللي انت وقفت معايا فيه ربنا يخليك. ربنا يخليك. طبعا حضرتك انت جبت لنا روبن، ويوم ما جيت بيه المزرعه انا قلت لي ده تبني، قلت لحضرتك حسن. التبني لا يحق رجوعه تاني، والتبني لنا حريه التصرف فيه. حصل. تمام. حضرتك قعدت استشرت نفسك ورجعت في الاخر قلت خلاص انا خدت قراري ان حياتنا هنا وانت لك الحريه فيه. حصل. اتصلت بيك قلت لك في ست عندها ظروف والحكايه وكذا كذا كذا، والست دي في محافظه القاهره، ومصلحه لحضرتك ان انت لو حبيت تطمن على الكلب انت والاسره هيبقى قريب منك، وانت وافقت وقلت لي توكلنا على الله مفيش اي مشكله، وده مصلحه. تمام. بعديها بعد ما عملنا اللايف وحضرتك كنت متابع معايا، بعديها قلت في حصلت ظروف عندي في البيت، وظروف دي اقوى مني، والكلب ده لازم يرجع علشان طبعا ابني ساب البيت وكده في مشاكل عائليه. تمام. ولازم الكلب يرجع. حضرتك طبعا احنا وعدناك، وبناء على الناس الجميله اللي من محافظه البحيره، الناس اللي شاركت طبعا معانا، ربنا يخليك، وقالوا يا كابتن الراجل ده طبعا من الشخصيات المحترمه ويخصنا ويهمنا والكلام ده كله. فانا امبارح حطيت كلمتين كده يمكن في المكالمه بتاعتنا، ممكن الكلمتين دول الله اعلم زعلوك ولا بسطوك، اللي هو خلاص الست دي احنا هنعوضها بكلب. لا لا ما بسطوني ما زعلونيش. حبيب قلبي حقها. حبيب قلبي وأنا طبعا اتاسف لها على كل حاجه حصلت. حبيب قلبي حبيب قلبي ربنا يبارك لك، وهي محتاجه اي حاجه هنحطها تحت امرها. ربنا يبارك لك يا رب. تحت أمرها. طبعا هي ممكن تكون حست ان يعني قيمتها اتهزت شويه. لا 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 لان هي كلمتني، بس طبعا مفيش داعي بقى نقول هي كلمتني بعد اللايف، مفيش داعي ان احنا نتكلم. تمام. فيعني كانت متاثره نفسيا خالص. ازاي يعني الكلام ده كله وانا ما يعني كرامتي ما يعني ازاي توصل للدرجه دي ان حد مثلا يديني هديه وبعد كده يرجع ياخدها؟ انا ما بنطلبش حسنه، انت على فكره انا اللي كنت اتصلت بيها. حصل. تمام. انا اللي اتصلت بيها وقلت لها في كذا كذا، وانا يمكن تكون انا سبب ان حطيتها في الموقف ده. وحضرتك طبعا رغما عن الحاجات اللي حصلت في البيت، فطبعا دي حاجه احنا كلنا ما لناش علينا عليها انك وقفت معانا يعني. حبيب قلبي حضرتك طبعا ما ترددتش لحظه ان انت تديها المبلغ اللي انا قلت عليه. تمام. مش انت اللي قلت، انا قلت، وانت كمان جيت النهارده عملت مفاجاه ان انت زودت المبلغ ده كمان. تمام. دي حاجه جميله جدا. الاول حضرتك هتستلم الدفتر طبعا، ده الدفتر الخاص بالكلب. تمام. والليش والحاجه بتاعته زي ما كان داخل بالظبط. الحاله الصحيه للكلب ايه في الفتره اللي قاعد فيها؟
لا كويس الحمد لله. حضرتك شايف ايه؟ حاسس ان هو كويس جدا. في مشاكل صحيه؟ لا 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 لا. حضرتك انت حطيت ايدك عليه دلوقتي، في حشرات في اي حاجه؟ لا 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 نظيف زي ما انا الكلب جايبه. تمام التمام؟ لا 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 زي ما انا جايبه نظيف زي ما حضرتك جايبه. تمام. طبعا يا جماعه الاستاذ صفوت النهارده زي ما اتفقنا امبارح في 300 جنيه للمزرعه، دول اتعمت خاصين بينا. تمام. وبعد ما كان الموضوع على ان هو هيسيب 1000 جنيه خاص لام زياد، طبعا زود 200 جنيه كمان يعني بقى 1200 جنيه. وقال هو من نفسه انا ما طلبتش والله، الراجل دخل قال يا كابتن انا كنت متفاهم معاك على 1000 جنيه، لا 200 جنيه كمان عشان يبقى 1200 جنيه، وانا مستعد ادفع اكتر طبعا. دي ست طبعا كلنا نقف جنبها والحاجات دي كلها. تمام. طبعا شكرا لشخصيتك وشكرا لتقدير حضرتك وربنا يبارك لك فيه يا رب. وطالما تراجعت ما تفرطش فيه تاني. لا ما خلاص توبة. ما تفرطش فيه تاني توبه خلاص. طالما تراجعت ما تفرطش فيه تاني. يستحيل. لان ده يعتبر هنقول لك من ضمن الاسره يعني. حد فعلا. متعايش في وسط الاسره سواء بقى كلب سواء حيوان اي حيوان فعلا. بس خلاص اتعودنا عليه، ضرينا على صوته، اتعودنا على اضراره ومشاكله، فيا اما نصلح من اضراره هو ده اللي هيحصل. تمام. يا اما نستحمله خلاص. لا لا ربنا يوفقك يا رب واحنا تحت امر حضرتك جدا جدا حبيب قلبي. ربنا يخليك. جميع الناس اللي في المزرعه ربنا يخليك. وانت نورتنا النهارده. ابراهيم هيوصلك بيه حد بره. يلا ابراهيم حلو وحد جيب لنا الليش. ايه يا باشا ربنا يبارك لك فيه يا رب. طبعا دلوقتي يا جماعه احنا هنطلع مع الاستاذ صفوت لحد العربيه كمان مع روبن. تمام. هو روبن انبسط جدا ان صاحبه رجع. ماشي يا فندم ممكن تفتح لنا العربيه بس؟ طبعا روبن ركب العربيه بطريقه ان هو السله، والله ما كناش بنعمل فيه حاجه وحشه. والله كل يوم تسريح وحمى وتظبيط، بس هو واضح ان هو بيحبكم جامد. ربنا يبارك لكم فيه. انا معاك اهو، اركب. انا داخل اهو، داخل العربيه، داخل العربيه. ربنا يبارك لكم فيه يا فندم. تحياتي لحضرتك وانتوا نورتونا النهارده. الله يخليك. وطبعا دي حاجه تبسطنا. تمام. ان انتوا تشرفونا في اي وقت، وده مكان حضرتك في اي وقت. ربنا يخليك. تمام. وربنا يبارك لكم فيه ودايما في الزياده. الله يخليك. ودايما في الزياده. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل اتفضل. ماشي مع الف سلامه يا فندم. اتفضل. خد كلم. ماشي حبيب قلبي ربنا يبارك لك. اتفضل. بس مكان كده طبعا مشي الكلب وتوكل على الله الاستاذ صفوت وخلص الموضوع. وروبن راح لاصحابه الاساسيين. و ما كنتش حابب ان انا اقول قدام الاستاذ صفوت ايه اللي حصل او ايه اللي دار بعد اللايف من الست ام زياد لما اتصلت بيا. ست فعلا يعني زادت في نظري اكتر واكتر واكتر بعد مكالمتها الاخيره ليا في التليفون. كبرت في نظري اكتر واكتر واكتر. احنا لسه قدام المزرعه يا جماعه، احنا واقفين قدام المزرعه. تمام. كبرت في نظري اكتر واكتر واكتر مليون مره. الست اتصلت بيها بعد اللايف امبارح وقالت لي يا كابتن ابو نور ازاي انا اتحط في الموقف ده، يعني ليه اللي حصل ده، انا ما طلبتش حاجه من حد، انا اتصلت بيك تقديرا يعني كاخ ليا، و
حصل كذا وكذا. ومعلومه يا جماعه، السيتي دي انا ما نعرفهاش، يعني السيتي دي من محافظه القاهره، بس الموضوع كله عباره عن زي ما انتم عارفين ان احنا طول عمرنا بنعمل حاجات بنحاول ان احنا كلنا نساعد بعض وكلنا نكون شخص واحد. المفاجاه اللي ما حبيتش اقولها قدام صفوة في الحلقه، وانتظرت يمكن تكونوا انتم ملاحظين ان اول مره اصور كلب وهو خارج بالطريقه دي. المفاجاه اللي ما حبيتش اقولها لاستاذ صفوت، طبعا احنا خدنا 300 جنيه بتوع المزرعه اهم، 300 جنيه بتوع المزرعه دول من حقنا، لان دولت طبعا علشان اقامه الكلب عندنا. ال 1200 جنيه اللي الاستاذ صفوت دفعهم تمام اهم. ست ام زياد طلبت ان هم تتبرع بيهم تمام لاقرب مسجد بيتبني، طلبت ان تتبرع بيهم لاقرب مسجد بيتبني. خلاص هم طلعوا من نيه الاستاذ صفوت، خلص الموضوع، طلعوا من نيه الاستاذ صفوت تمام للست ام زياد بنيه ان هو يساعدها، وهي المساعده دي طلبت ان هي تتبرع بيهم لاقرب مسجد بيتبني علشان وقفت ربنا معاها مش اكتر من كده. والست دي اللي انا عرفته عنها يعني يمكن كلمتني امبارح بعد اللايف، ست من الستات اللي بتحافظ على كرامتها جدا، من اللي بتحافظ على شخصيتها جدا، ست من الستات المحترمه، من الستات اللي هي بمليون راجل، من الستات اللي احنا نعتز بيها فعلا بجد. تحياتي ليك يا ام زياد، وربنا يوفقك وربنا معاكي وهديتك عندنا تمام. يمكن نكون انا المره دي يعني تراجعا حفاظا ان ما حدش يبقى باصص لك في الحاجه اللي عندك، لا ممكن يكون ربنا بعتها لك بالطريقه ديت ان ممكن يكون كان هيكون في ضرر من الكلب ده. فصدقيني يمكن ما تزعليش، ما تزعليش، واحنا مش زعلانين، لان اللي حصل النهارده، لا احنا مش زعلانين، واللي حصل امبارح في اللايف مش زعلانين، انا مبسوط جدا، مبسوط جدا، لان انت دورتي الموضوع، شفتي انت كنت سبب، انت كنت سبب ان مسجد يكون بيتبني يروح له مبلغ 1200 جنيه دلوقتي تمام. ده طبعا انا هنحطهم قدام ربنا وربنا شاهد عليا دول هيروحوا فين تمام. طبعا كل اللي اقدر اعمله تعظيم سلام لام زياد، للست اللي بمليون راجل، للست اللي قدرت تجيب حق ابنها ووقفه عشان تجيب حق ابنها، للست المحترمه، الست اللي هي احنا بنعتز بيها، وربنا يوفقك، وزي ما وعدناكي كلنا في اللايف كلنا اخواتك وكلنا معاكي، وربنا كمان قبل الجميع معاكي. تحياتي لكم يا جماعه، ويا رب تكون الحلقه دي بسطتكم. تحياتي للاستاذ صفوت وشكرا ليه، تحياتي لام زياد ان ال 1200 جنيه حطيتهم في اقرب جامع للمزرعه هنا بيتبني. طبعا هنشوف فين اقرب جامع وهنبدا نحط فيه ال 1200، وهيكون ده طبعا قدام الكاميرا كمان، يعني تاكيدا للناس هيكون قدام الكاميرا كمان تمام. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طياره، الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره، انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا يبقى كلابي عندي احسن من صندوق زخاير.